متفائل بعد ما الاكيب والاداء الجيد اللي شافه منتخب مصر قدام غانا، ومتفائل ان شاء الله انه يقدر يحقق نتيجه كويسه قدام المغرب. في بعض عنده قلق، مصر هي الاكثر تطويلا افريقيا لكن بيعملها دايما مشاكل مع دول شمال افريقيا في ماتشاتها مع دول شمال افريقيا سواء تونس والمغرب والجزائر، ولكن يعني نحن نترقب ان شاء الله. الحقيقه ان احنا في الاعلام المصري لا نستخدم كلمه العقده المغربيه خالص، احنا ممكن نتكلم عن عقده في شمال افريقيا اللي تشمل المغرب وتونس والجزائر، اللي دايما يعني دايما مباريات معاهم تبقى ساخنه وما يكونش نتيجتها لصالحنا اوقات كتير. فهي المشكله عندنا دايما في دول شمال افريقيا ومش في المغرب تحديدا. العقده تستمر ام لا ده ما نعرفش. المواطنين العاديين عندهم تفاؤل كبير بعد الاداء القوي جدا اللي شافوه قدام غانا في الماتش الاخير، ان شاء الله نقدر نحقق نتيجه كبيره في يوم الاحد. يعني ده الامال المغربيه، وطبعا انا كصحفي اتمنى فوز الافضل واللي يقدر يحقق النتيجه، بس هو في المقابل المصريين بيتذكروا ان هم الاكثر تتويجا في افريقيا. فيعني النتائج الحقيقيه اللي حضرتك بتكلمنا عن نتيجه ماتش او هدف، انما النتائج في عدد البطولات والبطولات التي تحققت هي لصالح المنتخب المصري. انا اللي اعرفه ان المنتخب المغربي لم يصعد دور ربع النهائي بقاله 12 سنه، 12 سنه ديت مصر حصل فيها على البطوله 3 مرات. كصحفي انا بقول لك هو كصحفي انا في نتائج دول شمال افريقيا امام مصر تكون مباريات ساخنه، انما لو حضرتك بتكلمني عن النتائج والارقام الحقيقيه فخلال 12 سنه المغرب لم يصعد ربع نهائي افريقيا ولا مره، بينما حصلت مصر على الكاس 3 مرات متتاليه. النبض الشارع متوقف جدا للمباراه، متحفز جدا ليها، عندهم ثقه في اداء المنتخب، في اداء محمد صلاح، في اداء عصام الحضري اللي هم بيشوفوا ان هو صمام الامان الكبير لينا ان شاء الله يوم الاحد. الشعب المصري يحب المغرب ويحب المغاربه، وبالتالي هو هيشجع مصر بالتاكيد يوم الاحد، ولكن دون تعصب لان البلدين هم بلدين شقيقين والشعبين يحبون بعضهم. كانت المباراه دي امام الجزائر مثلا، لو كانت المباراة أمام الجزائر كان هيكون فيها تحفظ أكثر لوجود مشاكل وخبرة سيئة سلبية سابقة، إنما إحنا بينا وبين المغرب بلدين بيحبوا بعض والشعبين ما فيش بينهم مشاكل، وبالتالي هم في هناك يعني تشجيع بدون تعصب إن شاء الله. شفت فيكم